يوسف عطال يرفض التدخل بالماضي والفا في قضيته. كشفت مصادر مطلعة لموقع النهار أونلاين بأن مدافع الخضر يوسف عطال طلب من الناخب الوطني جمال بالماضي ورئيس فاف وليد صادي عدم التطرق لقضية متعلقة بالمشروع المساند لفلسطين والذي أخذ أبعادا خطيرة. وأفادت ذات المصادر بأن عطال وعلى هامش تربص خضر والذي اختتم الاثنين الفارس بمواجهة مصر وديا اجتمع مع بالماضي وصادي وطلبهما بعدم التطرق لقضيته، وهو ما جعل الناخب الوطني يتفادى الحديث عن قضيته في الندوة الصحفية، إلى جانب عدم إصرار الفاف أو إصدار الفاف لأي بيان في الأيام الفارطة. كما أبرز نفس المصادر بأن عطال تواصل أثناء تواجده في طرابلس خطر بمحاميه في فرنسا، والذي أكد له بأنه سيتعرض بسبب منشوره لعقوبات قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في مدينة نيس. وهو الأمر الذي دفع بعطال للمطالبة من الناخب الوطني والفاف على حد سواء لتفادي الخوض في قضيته من أجل تخفيف الضغط عنه. بن رحمة يحظى بتعاطف كبير في نادي وستام. حظي اللاعب الدولي الجزائري سعيد بن رحمة بتعاطف كبير في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها سواء مع المنتخب الوطني أو في صفوف نادي وستام الإنجليزي. وعاش لاعب الخضر أسبوعا أسود مع المنتخب الوطني الجزائري خلال تربص شهر أكتوبر الحالي، حيث كانت البداية بخلاف مع المهاجم إسلام سليماني على ضربة الجزاء خلال مواجهة الرأس الأخضر يوم الخميس الماضي، قبل أن تتطور أمور ويدخل في مشادات مع الناخب الوطني جمال بالماضي على هامش تغييره في قاع الخضر والمنتخب المصري الاثنين الماضي، وهي الحادثة التي تم تداولها على نطاق واسع في الصحافة العالمية. ولا يختلف حال بن رحمة مع نادي وستام كثيرا، وهو الذي يعاني من التهميش من قبل مدربه ديفيد مويس، رغم أن الجميع يعترف بالقيمة الحقيقية للاعب ضمن تشكيلة الهامرز. وأبدى موقع كلير تانغيت الذي يهتم بإخبار وستام تعاطفه مع سعيد بن رحمة، معتبر أن ما تعرض مع المنتخب الجزائري كان مبالغا فيه، ولم يكن على بالماضي أن يلجأ إلى الإمساك بلاعبه من القميص واتخاذ وضعية التهديد، مبرزا في الوقت ذاته أن بن رحمة لا يحظى بالتقدير اللازم على مستوى النادي ولا على مستوى الدولي. وأشارت ذات المصدر إلى أن بن رحمة تحول من بطل إلى الصفر في ظرف وجيز بعدما كان وراء تتويج بدوري المؤتمر الأوروبي، قبل أن ينتقل منذ ذلك الحين من كونه خيار أول جناح أيسر إلى خيار ثالث فريق هامرز. كما أثنى كاتب المقال على اللاعب الجزائري مبرزا بأنه شخص جدير بالثناء يشارك في الأعمال الخيرية كما يمكن الوصول إليه دائما من قبل المعجبين عند الاتصال به، مؤكدا أن الوقت قد حان لمغادرة صفوف وستام والبحث عن نادي جديد ومكان مثالي حيث يحظى بتقديره وأسلوب اللعب الذي يناسبه. أسماء مهددة بالإبعاد من قائمة بالماضي وآخرون يطرقون باب العودة. تشير أغلب المعطيات أن تشهد لائحة المنتخب العديد من المفاجآت، سواء باستدعاء أسماء جديدة ستدعم التشكيلة لأول مرة أو بعودة بعض اللاعبين الغائبين في المعسكرات السابقة. وهذا ما سيقابله تخلي بالماضي عدة وجوه خلال المعسكر المقبل وفق ما أفرزه أداء بعض اللاعبين في فترة التوقف الدولي الأخيرة التي تخللته مباراة الرأس الأخضر ومصر. بن رحمة أول الضحايا لعدة أسباب. سيكون مهاجم وستهام سعيد بن رحمة واحدا من بين أهم الأسماء المهددة بالاستبعاد من قائمة الخضر في فترة مقبلة، نظرا للعديد من الأسباب: المستوى الفني المتواضع الذي قدمه اللاعب في المباراة التي لعبها مثل ما كان الحال في مواجهة المنتخب المصري، ناهيك عن حادثة إمساك مدرب الماضي باللاعب بقوة من قميصه على خط التماس لدى استبدال بزميله حسام عوار. كل هذه الأمور ستدفع أو ستجعل مدرب منتخب كل هذه الأمور ستجعل بالماضي أمام ضرورة توجه لأسماء أخرى لشغل مركز جناح أيسر مستقبلا مع إمكانية عودة النجم مودي الجزائري يوسف بلالي. طوبى لم يحسن استغلال فرصة كثيرا، ويثير المستوى المتذبذب لمدافع ليتشي أحمد طوبى قلق المدرب الماضي، كما فشل اللاعب البالغ من عمر 25 سنة أيضا في إثبات نفسه مع المنتخب الجزائري في جميع التربصات التي خاضها مع الخضر واللقاءات التي شارك فيها، وأيضا لعدم استغلال فرص كثيرة التي تحصل عليها من قبل بالماضي آخر المعسكر الأخير الذي أو أين لم يستفد من غياب راين إيتنوري المصاب، وهو ما يعزز فرضية استبعاد من القائمة في قادم التربصات. بلادي أمام تاريخ مفتوح للعودة، ومن الأمر قبل يحمينا معسكر مقبل لفريق وطني عودة مهاجم لامسية يوسف بلالي إلى صفوف الخضر بعد تألقه في بداية الموسم الكروي الجديد ومساهمته الفعالة في نتائج مودية واسترجاع مركزه الأساسي على اليسار.
بعدما سيطر عليه لسنوات. وكان بلباطي قد تحدث مؤخرا عن وضعية بلادي وأشار إلى أن الأبواب لا تزال مفتوحة أمامه للعودة، شرط أن يستعيد مستواه الحقيقي من الناحيتين البدنية والفنية، خاصة في ظل وجود مهاجمين مميزين يلتحقوا مؤخرا بالمنتخب على غرار شعيبي أمين غوري، إضافة إلى بدر الطيب وأنه يتألق محمد أمين عمورة. وغاب بلادي عن المنتخب الجزائري فترة طويلة عن المنتخب الوطني بسبب ابتعاده عن المنافسة فترة طويلة قبل الانضمام إلى الهمسية، ويأمل حاليا بالعودة للخضر ومشاركة في كان 23 من كوت ديفوار مطلع العام المقبل. وكذلك إمكانية عودة بن ناصر، حيث نشر اليوم نادي ميلان فيديو يوضح عودة بن ناصر للتدريبات وهو ما يعزز عودته بقوة قبل كان كوت ديفوار. تربص تحضيري ومواجهتين وديتين للخضر قبل أركان. أكد وليد صاطي أن إجراء المنتخب الجزائري تربصا تحضيريا بإحدى المدن المجاورة لكوت ديفوار يهدف للتأقلم مع الأجواء المناخية، مثل ما كشف عنه الناخب الوطني جمال بالماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها يوم الأحد الفارطي بالمركز التقني سيدي موسى. ووضح الرجل الأول في الفاف قائلا: بالفعل سنبرمج تربصا إعداديا من أجل التأقلم في بلد سيتم اختياره لاحقا، قد يكون غينيا السيبوئية أو غانا، وهو ما يسمح للاعبين بالاعتياد على المناخ الذي يميز تلك المنطقة، خاصة وأنه في تلك فترة من السنة بين ديسمبر وجانفي يكون الطقس باردا جدا في أوروبا. مبرزا بأن الخضر سيخوض مباراتين وديتين أو ثلاثة خلال التربص، وأكمل: نحن في خدم المحادثات من أجل الانتهاء من هذا الأمر، سيكون بين يدي الناخب الوطني تقرير مفصل قبل اتخاذ القرار النهائي. ومن المحتمل أن يتخلل هذا التربص إجراء مقابلتين وديتين أو ثلاثة في إطار دورة ودية دولية تحضيرية. وجدير بالذكر أن قرعة كأس أفريقيا لتجارة يوم الخميس الماضي بالعاصمة إيفواريا أبيجون أسفرت عن وقوع الخضر مع بوركينا فاسو، أنغولا وموريتانيا. هذا هو مركز المنتخب الوطني الجزائري الجديد بعد مباراتي مسار والرأس الأخضر. تقدم المنتخب الوطني الجزائري بمركز واحد في التصنيف العالمي الجديد للاتحادية الدولية لكرة القدم الفيفا، والمقرر إصداره يوم 26 أكتوبر الجاري حسب ما كشف عنه موقع فوتبول رانكينج أمس، وذلك بعدما خاض الخضر لقائين وديين في فترة التوقف الدولي في الشهر الحالي. وارتقى المنتخب الوطني بمركز واحد في التصنيف العالمي ليحتل المركز 33 بعدما كان في مركز 34 خلال تصنيف شهر سبتمبر الماضي، إذا خاضت التشكيلة الوطنية لقائين وديين في فترة التوقف الدولي الشهر الحالي، حيث فاز رفقاء فارس الشعيبي بخماسية 1 على منتخب جزر الرأس الأخضر بملعب فملاوي في قسنطينة قبل التنقل إلى الإمارات المتحدة ومواجهة مصر في لقاء قوي انتهى بالتعادل إيجابي 1-1. وحسب موقع فوتبول رانكينج المختص في تصنيف المنتخبات، فإن الخضر كسبوا مركزا واحدا في أسبوع الفيفا الأخير وباتوا في مركز 33 عالميا بتنقيط 1512.89 بعدما كسبوا 3.39 نقطة إضافية، علما أن تقييمهم في سبتمبر فارط كان 1509.50 في مركز 34. وفي المقابل حافظ المنتخب الوطني على مركزه الرابع إفريقيا والثالث عربيا حسب هذا المصدر، خلف المتصدر المغرب والوصيف السنغال وتونس صاحبة المركز الرابع. ويمكن لإشبال الناخب الوطني جمال الماضي أن يحسنوا مركزهم في الفترة المقبلة، وبالتحديد خلال شهر نوفمبر القادم حين مواجهة الصومال وموزمبيق ضمن الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 26. بالفيديو بن ناصر يعود للتدريبات ويستهدف المشاركة في الكان. عاد الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر أمس الأربعاء إلى تدريبات الفريق بالمركز الخاص بتدريبات الميرانو بعد غياب طويل دام 6 أشهر تقريبا حسب ما أفاد به نادي ميلان الإيطالي. وانشر الفريق لومباردي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مقطع فيديو يظهر فيه عودة اللاعب إلى مركز خاص بتدريبات النادي، بالإضافة إلى خوضه حصة بقاعة تقوية العضلات ثم الركض على انفراد. من جهته نشر لاعب الخضر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي إكس تويتر ظهر فيه سعيدا بالعودة إلى مركز التدريبات الخاص بميلان، حيث سيتدرب منفردا أمل في انضمام التدريبات الجماعية قريبا للوصول إلى أتم الجاهزية من أجل الرجوع إلى جو المنافسة مع تشكيلة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي. بن ناصر متشوق للعودة للميلان، وعلق بتوسط ميديا الخضر بخصوص عودته إلى التدريبات قائلا: مرحبا بالجميع، بجميع المشجعين، أنا حقا لا أستطيع الانتظار من أجل العودة إلى الميادين ورؤيتكم، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت. أنا سعيد جدا بالحضور هنا مع عائلتي الثانية ومع الفريق، وفخور برؤية شعار النادي كل يوم. شكرا للجميع وأتمنى رؤيتكم قريبا. وسبق بن ناصر الزمن من أجل العودة إلى المنافسات مع فريق ميلان الإيطالي قبل انطلاق نهائي كأس أمم أفريقيا المقبلة.
كور كيف يدخل في مفكرة شباب قسنطيرة؟ تبحث شركة الأبار عن مدرب جديد لخلافة مستقيل اليمين بوغرارو، ومن المنتظر أن تكلف عرامة مهمة ترسيم الأمور المدرب المقبل للفريق. وحسب مصادر مقربة من بيث العميد الإفريقي، فإن إدارة الأخيرة قدمت عرضا للمدرب الفرنسي كريستيان كوركيف من أجل تولي زمام العرض الفني للفريق خلال ما تبقى من الموسم الجاري، علما أن الشباب يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط بعد خوض 4 جولات من رابطة المحترفة الأولى.